يوتيوب فكرة عامة. لماذا أنت حزينة؟ ما الأمر يا بسمة؟ أخذنا اليوم في درس العلوم عن الجهاز التنفسي وعن آلية التنفس، ولكني لم أفهمه جيداً. هل سيساعدك رؤية فيلم مرئي في فهم الدرس؟ بالطبع. إذن ما عليك إلا أن تبحثي في اليوتيوب عن آلية التنفس وتشاهدي فيلماً مرئياً عن ذلك. وما هو اليوتيوب؟ اليوتيوب هو موقع من جوجل يتيح للملايين من الناس اكتشاف مقاطع الفيديو ومشاهدتها ومشاركتها. ويوتيوب موقع تفاعلي يتيح لأي شخص تحميل مقاطع الفيديو التي التقطها من آلة التصوير وتحميلها على اليوتيوب ومشاركتها مع باقي الناس.